بنتكلم، عايز اقول لحضراتكم ان منتخبنا الوطني فاز على منتخب ملاوي في مباراه جيده جدا الحقيقه، اولى المباريات الرسميه لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. منتخب شكله حلو، ومنتخبنا على الاقل في الشوط الاول خلاص المباراه كانت انتهت 2-0، وزي ما حضراتكم عارفين ثلاث نقاط بتبقى مهمه جدا ان انت تكسب، فكسبت منتخب ملاوي. منتخب ملاوي ليس من المنتخبات الكبيره، انا بتكلم عن التصنيف، ولكن ان شاء الله ان شاء الله القادم افضل. عندنا منتخب رائع، عندنا منتخب قوامه محترم. انا بشوف ان عندنا مدير فني للمنتخب الوطني واحد من افضل المديرين الفنيين اللي جم، وعاملين شغل رائع جدا. وجهه نظري لانه الحقيقه مش بيشتغل مع المنتخب الاول بس، بيشتغل مع المنتخب الاولمبي اللي هنتكلم عنه. زياراته للمنتخب الاولمبي فرقت جدا، واختياره الايام اللي بينزل فيها مع محمد صلاح برضو اللي مش عايزين ننسى دوره ان هو نزل في زياره للمنتخب الاولمبي، طبعا اثرت جدا في المباراه اللي بعدها. الف مبروك طبعا لمنتخبنا الاولمبي وصعوده الى الامم الافريقيه. بالمناسبه هي حاجه طبيعيه جدا ان احنا نجد منتخبنا الاولمبي في هذه البطوله، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع بقى ان نفوز بهذه البطوله عشان نصعد ان شاء الله لاولمبياد باريس 2024. منتخبنا الاولمبي قادر ان شاء الله على الوصول لهذا الامر. ولكن ارجع مره اخرى لمباراه منتخب مصر ومنتخب ملاوي، مباراه كانت رائعه من الطرف المنتخب المصري الحقيقه، زي ما قلت على الرغم من الضعف الفني لمنتخب ملاوي، ولكن منتخبنا ظهر متماسك يا عبد الرحمن. في حتى شكل للاداء مختلف عن الفتره اللي قبل كده. صحيح، في شكل حتى للعيبه المحترفين تم توظيفهم المره دي، يعني شفنا محمد صلاح بيتم مساعدته من اللاعبين في الملعب بشكل جديد مختلف عن الفترات اللي قبل كده. ايوه. كمان برضو واضح البصمه بتاعت روي فيتوريا مع غياب لعيبه مهمه، يعني غياب النني، غياب تريزيجيه، غياب اكتر من اسم مهم من المحترفين. برافو عليك. ظهور المحترفين اللي ظهروا واللعيبه الجداد اللي ضافهم للفرقه برضو تم توظيفهم بشكل مميز جدا يا كابتن، يعني اكتر من اسم جديد تم اضافته في التشكيل، تم توظيفهم بشكل جديد واستخدامهم بشكل معقول جدا فنيا في دعم باقي الفرقه. تحس ان المنتخب عندك منتخب قوي، منتخب صح. كبير، منتخب قادر ان هو يكسب اي حد في اي وقت. وجهه نظري ان اللي بيحصل مع فنيا يعني مع منتخبنا يستحق الحقيقه، وزي ما دايما بنحاول او زي ما بننتقد الحقيقه ما يستحق الانتقاد في الاتحاد المصري، خلينا برضو نقول لهم رائعين في هذا الامر، في اختيار روي فيتوريا، رائعين في ان انتوا واقفين في ظهره، رائعين في ان انتوا بتحاولوا تعملوا له كل اللي هو عايزه. ده لازم نسقف لهم عليه ونقول لهم هذا هو الطبيعي. بالمناسبه ان انت تقف مع المدير الفني اللي انت جايبه هو ده الاهم في مثل هذه المرحله، لانه روي فيتوريا واضح ان هو جاي يشتغل. روي فيتوريا مش جاي يهزر، مش جاي ياخد سبوبه وفلوس ومش عارف ايه ويمشي. وفي نقطه مهمه كابتن، النتائج بتاع منتخب الشباب او المنتخب اللي قبله 2005 و2003 حطت ضغط كبير على الراجل ده جدا. حقيقي. وحطت ضغط كبير على المنتخب الاولمبي كمان، يعني صح. المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول تم ضغطهم معنويا طبعا، لان هم كاداء لا المنتخبين اتاهلوا خلاص للمرحله اللي بقى. لا هو اقصد يعني المنتخب الاولمبي اتاهل لمرحله بطوله افريقيا والمنتخب الاول ماشي بشكل كويس جدا، لكن ما مش هنسى ان كان في ضغط على اللعيبه دول من نتائج المنتخبات اللي قبل كده بشكل واضح جدا. زي ما انتقدنا عبد الرحمن، يعني كنا هنا بننتقد اللي حصل في 2006 وبننتقد اللي حصل في 2003 او في منتخبات 2006 و2003، ولكن دلوقتي من حقنا ان احنا نقول او من حقنا ان احنا نشير لاتحاد كره القدم ونقول له ان انتوا كنتوا رائعين حتى الان مع المنتخب الاولمبي ومع المنتخب الاول في الاختيارات اللي عملها كابتن حازم امام في اختياره لروي فيتوريا، وكابتن محمد بركات في اختياره لميكالي. على فكره هو حتى الان لم يحدث شيء، يعني ما حصلش حاجه تخلينا نبقى حصل العادي، ولكن حصل الطبيعي. منتخب مصر لبطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد، صحيح. والنتائج الجيده لمنتخب مصر في المجموعه بتاعته دي، ده العادي بتاعنا، صحيح. يعني ده احنا لسه ما رحناش لبطوله افريقيا ولا رحنا الاولمبياد. التارجت بتاع المنتخب الاولمبي ان احنا نشارك في الاولمبياد، التارجت بتاع المنتخب الاول الوصول لبطوله افريقيا واحراز بطوله افريقيا. بكل تاكيد منتخب مصر منتخب كبير يعني.